احنا جايين من الحله اكيد متنفس مثل ما احنا جايين من غير محافظه هنا، وسمعنا من اصدقائنا قالوا مكان فتح حلو، المتنفس جميل جدا، ولا سيما بالالعاب للاولاد بحديقه حيوانات، وان شاء الله القادم افضل، واحنا هذا عهدنا بالعتبات. من الضروري احنا نتوقع هواي امور ايجابيه لهكذا مشاريع. اولا لمنع التصحر ولمنع الاتربه والغبار داخل المحافظه، لزياده المساحه الخضراء الواسعه في داخل المحافظه، اضافه الى ذلك يزداد الاقبال من جميع المسافرين ومن جميع الزائرين الى مدينه كربلاء المقدسه. اكثر من حديقه، يعني تقريبا 12 حديقه، 12 واحد زين على طول الحزام الاخضر. طبعا العتبه العباسيه هاي جهودها، واحنا نشكر العتبه العباسيه باسم اهالي كربلاء على هذه الجهود المباركه. هذه الاماكن تجد هنا الرفاهيه بها وتنفح عن نفسها العوائل. شكرا للعتبه العباسيه، وان شاء الله موفقين بهذه المشاريع.